صباح الخير، يا هلا والله وسهلا، حياكم الله. قبل فترة شرحت عن الهوت شوكليت على الطريقة الأمريكية وعلى الطريقة الإيطالية، موجود الشرح بالتليجرام. اليوم راح أسوي هوت شوكليت فيه إضافات مكسيكية. المكسيكان يحبون يضيفون على الهوت شوكليت فلفل حار وقرفة. المقادير بكل اختصار: كوبين حليب، ملعقتين كبيرة شوكولاتة بودر، ملعقتين كبيرة سكر. الشوكولاتة بودر ضروري تكون خام ما فيها إضافة سكر، رشة ملح، وشوي فلفل حار، وشوي قرفة، وقطع شوكولاتة. سخننا الحليب، نضيف السكر، نضيف الشوكولاتة والملح، ونخلطهم. أضيف القرفة والفلفل الحار، كمية مرة بسيطة. قطع شوكولاتة 70%، شوكولاتة جالكسي. واو. بزين الكوب بهذا المارشميلو. هذا مارشميلو شبه سائل، اضيفه بكيس حلويات، بعدين احطه فوق الكوب واعطيه شوي تشويحه بالنار.